إذن نعود معكم مشاهدينا الأعزاء في هذا النقاش، ومعنا من نيوجيرسي عبر خدمة سكايب دكتور هشام كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، وسيعود إلينا لاحقا المهندس ناصر صابر رئيس المؤسسة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال من نيويورك. لكن دكتور هشام، دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دائما ما يأتي على ذكر إصلاح الأمم المتحدة أو إعادة تفعيل منظومة الأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة فعلا قادرة أو على الأقل جادة في إعادة هيكلتها وإصلاحها مرة أخرى؟ وللأمم المتحدة تحتاج إلى إعادة هيكلة جدية من فترة طويلة، ولكن للأسف الشديد يعني هناك يعني دول كثيرة لا تسدد التزاماتها بالنسبة للأمم المتحدة، وأقصد الالتزامات المالية، وبالتالي الأمم المتحدة لديها نوع من يعني شبه عجز انها تاخذ القرارات المطلوبه وانها تقوم بالتغيير المطلوب. الولايات المتحده الامريكيه بتعتبر نفسها هي الممول الرئيسي، واللي هو يعني كما لو كان العاهل الاساسي للامم المتحده، لانها بتدفع اكبر نسبه من المبالغ، وان كانت لازالت حاليا مديونه للامم المتحده بملايين الدولارات في يعني اقساط متاخره، انما الامم المتحده عندها شبه عجز فعلا كبير في سداد ان الدول المشتركه والدول الاعضاء تقوم بسداد التزاماتها الماليه، وبالتالي بيدوا فرصه لتعيين الخبراء والقيام بالدراسات بالنسبه للمشاريع اللي الامم المتحده عايزه تعملها في مجالات كثيره. طيب، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والإصلاح، البعض ربما يقول أن الدول الكبرى التي تهيمن وتسيطر على الأمم المتحدة ومنظماتها تحديدا فيما يتعلق بمجلس الأمن هي ذاتها ترفض إصلاح على الأقل مجلس الأمن، لا تريد أن تتنازل على السلطات الممنوحة لهذه الدول داخل مجلس الأمن تحديدا. كيف هو موقف الجمعية العامة والتي هي تعتمد على نظرية أو على قاعدة صوت مقابل صوت لكل دولة، على خلاف ما يحدث في مجلس الأمن التي له الذي له حق الفيتو على سبيل المثال؟ والدول الكبرى اللي هي موجودة في مجلس الأمن طبعا لا ترغب في التغيير، لأن بتحس أن لديها قوة سياسية ممكن تضغط بيها في مواقف أخرى، وتقدر تستخدمها أثناء مفاوضات مع الدول الأخرى أو الدول اللي لها مشاكل موجودة في مجلس الأمن. وبالتالي توسيع مجلس الأمن وإدخال عنصرين مثلا من افريقيا وعنصرين من اسيا والى اخره، ده مش هيديهم القدره على التحكم اللي هو حاليا موجود بالنسبه لهم. ولكن اعتقد ان الدول الجمعيه العامه للامم المتحده والدول الاخرى لو اصرت فعلا وقامت بهذا العمل عمل جدي واخذت تصويتات، اعتقد ان هو من الممكن اضافه على الاقل دوله او اثنين اخرى للجمعيه العامه. العمليه الاخرى اللي هو كما تعلم ان اي دوله من هذه الدول تستطيع ان لا تقبل وترفض قرار مجلس الامن اذا قامت برفضه، وده كلام طبعا يعتبر غير عملي، كما يكون نوع من الاحتكار السياسي لقرارات مجلس الامن. وبالتالي على الجمعيه الامم المتحده نفسها باعضائها تستطيع تماما ان هي تقوم بعمل جدي في هذا الموضوع، ولكن للاسف الشديد بيحصل ضغط على هذه الدول أخرى، لأن كثيرة جدا من هذه الدول لديها ترغب في مساعدات اقتصادية أو مساعدات فنية أو مساعدات سياسية، وبالتالي تستغل مثل هذه الضغوط للضغط على هذه الدول لعدم القيام بمهمتها في الأمم المتحدة والتصويت الجدي المطالبة بتوسيع أعضاء مجلس الأمن. طيب، أليس من الأولى أن يكون لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أن تكون من في سياق أو في خضم إعادة الهيكلة لمنظمات الأمم المتحدة أن يكون للجمعية العامة قرارات وليس توصيات، بما أن كل الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة تشارك في هذه الجمعية على خلاف مجلس الأمن؟ من المعلوم أن الجمعية العامة عندما تأخذ أمرا ما هي تأخذ في سبيل أو في إطار أو في شكل توصية وليس قرار، على خلاف ما يحدث في مجلس الأمن. البعض ربما يذهب إلى أن الجمعية العامة التي بها 193 دولة لابد وأن يكون لها قرارات ملزمة للمجتمع الدولي وليس عكس ما يحدث ذلك حاليا. هو موضوع الإلزام وموضوع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يأتي إلا من مصدر القوة. الجمعية العامة للأمم المتحدة واخدة عشرات القرارات
وأبسط القرارات اللي احنا كلنا نتذكرها الخاصة بفلسطين والشرق الأوسط، ولم ينفذ منها شيء، وتضرب إسرائيل بعرض الحائط بهذه القرارات، والدول الأخرى لا تقوم بالمساعي أو الإجراءات المطلوبة حتى تساعد على تنفيذ مثل هذه القرارات. فالجمعية العامة يعني في نظري هي مجرد ساحة لعملية تصويت، وأن كل دولة بالضبط بتعلن رغباتها وتقدر تقول إيه اللي تقدر تعمله، إنما ليس هناك قوة حقيقية للأمم المتحدة تتخذ قرارات. إذا كان هناك قوة فهي من دول الخمس أو السبع الموجودة في مجلس الأمن، وبالتالي هي مجرد تصويت يستخدم بالنسبة لكل واحد، كما يحدث مشكلة فلسطين إن هي بتطالب حتى بتنفيذ القرارات الدولية، ولا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بهذا العمل للأسف الشديد. نعم، ابقى معي يا دكتور هشام. لكن مشاهدينا الأعزاء، من المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، ويطرح خلالها رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية، خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين. أعود مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء للدكتور هشام كريم من نيوجيرسي. دكتور هشام، الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحديدا في الاجتماع أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 وجه نداء إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق ما، ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يطرح موضوع القضية الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة يبدو أن أيديها بيضاء على هذه القضية، هي وقفت إلى جانب هذه القضية، لكن هذه التوصيات طبعا لم تنفذ على أرض الواقع. أهمية أولا أن نستعرض أو أن نعرض على الأمم المتحدة أن يكون هناك توافقا أو اتفاقا أو اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلى أي مدى يجب على إسرائيل تحديدا أن تستجيب لنداءات المجتمع الدولي ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والقرارات الجامعة العامة للأمم المتحدة بالنسبة لإسرائيل للأسف الشديد أستطيع أن أقول لا قيمة لها، وتضرب بها بعرض الحائط، وممكن تستغل لمجرد الإعلام لا أكثر ولا أقل. القصة الحقيقية في هذه المشكلة هي الدول العربية وإمكانياتها. تستطيع الدول العربية بإمكانياتها، ليس بالحرب، يعني لا نقول بموضوع الحرب، بإمكانياتها الاقتصادية واتحاد الكلمة بينها أن تقوم بهذا العمل. ولو إسرائيل وجدت أن هذه فعلا هناك
اتحاد قوي ورأي واضح، والولايات المتحدة وجدت هذا أيضا، تأكد تماما سوف يكون هناك فتح موضوع المشكلة والتعامل معها والقيام بها. كيف تحسب يعني تصرف الولايات المتحدة الاعتراف بعاصمة إسرائيل الجديدة جيروسلم وأنها تلد الجولان لإسرائيل علنا ودون اهتمام، ولم نرى أي موقف من الدول العربية؟ انسى تماما ما تقوم به الأمم المتحدة. الدول العربية بإمكانياتها المادية تستطيع أن تقوم بعملية ضغط اقتصادي واضح فعلا على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل، لأن هناك مشكلة حقيقية يجب حلها. ماذا يتم الآن؟ تقوم إسرائيل بالتوسع في مستوطناتها وتطرد الفلسطينيين، تقتلهم، تجرحهم، ولم أسمع احتجاج واحد أو أي موقف من الدول العربية للأسف الشديد. ماذا ترغب الولايات المتحدة أن تفعله؟ إذا كنا إحنا اللي إيدينا موجودة في هذا الموقف، يعني هناك نوع من الكسل أو الخمول أو وطفر توصيف اللي عايزين يقولوه. في الولايات المتحدة مش هتعمل حاجة، الولايات المتحدة اللي إسرائيل عايزاه هي بتعمله. حاجة الوحيدة عندما تجد أن هناك موقف حقيقي هيضر بمصالح وله تأثير قوي، في الوقت ده هي ستقف تماما وتعمل على حل المشكلة. الكلام ده أنا قلته للأسف سابقا، وقد يعني ما يعني إذا نظرت إلى المشكلة تجد كثيرا من الدول العربية تعطي مساعدات لإسرائيل كما يقولون من تحت الترابيزة، فيه فلوس بتروح لإسرائيل، وكان بيجي إيريا تشاكون ولا بيروح قطر ويزوره يقول لك ده بس مكتب كده، مكتب اقتصادي ولا مكتب مش عارف ايه، ويرجع البيت معاه 500 مليون دولار ما خدوهمش الفلسطينيين اصلا. فيعني الحل في ايدين العرب، وكما قلت لا حروب ولا هدم ولا اي حاجه، انما موقف صادق. واذا ادركت اسرائيل والولايات المتحده ان فعلا موقف صادق قوي بالنسبة لهذا الموضوع، تأكد تماما أن إسرائيل والولايات المتحدة سوف تستبدل وكان يكون هناك حل للمشكلة. حاليا للأسف الشديد يعني لا الأمم المتحدة تأخذ قرارات وخد مؤتمرات وإدانات كما ترغب، يعني ما فيش أي مشكلة، إنما يعني للأسف الشديد. نعم الدكتور هشام كريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من نيوجيرسي الأمريكية، شكرا جزيلا لك.